أدري يا أبوي قضيت العمر في الصياح ونيا من تحضر الموسم تهل الدمع سفاح والطوف بالكعبة وتصفق راح نبرة وتقول جدك ما شراب قطرة ميه وكل ما ذكرت مصاب جدك حزنك يزي وتقول يا ابويا ابوك تقيد بقي وتصيح دخلوكم على ابن زياد ويزي وشنك نسيت مصاب جدك يا شفية صاح ورفع راسه أبو جعفر نادى وآمر على الصادق يجمع لهولا وشاف الأجل قراب ولاحت للشهادة اتزفر وصاح وجذاب والنات خفيه التفت إلى الإمام الصادق قال له قرب إلي يا أبا عبد الله عندي موقف عظيم مألم قلبي قل له لو شفت بعيونك إش حالة جدك حسين واقف بلي حرام والعالم محرمي وتصيح لتخيب رجانا يا ضي العه خلنا نحج وياك يا حامل حميه ودارت على جدك من الحجاج لما هذا يشم بمن حرم وهذا يشم وهذا يقبل من حرم وهذا يضم وحير العالم من لف ابن الحنفية يقول له أبا جعفر أبا عبد الله يا جعفر لقد أخرجونا من مكة بعث اللعين شياطينه لقتل جدي الحسين يقول شال الظعن بينا ومشينا الغادريات وماتت بني هاشم عطاشة بشط الافرات وجدك عقب ما مات طفلة من العطش مات راسا قطع وندى الصدر بالعوجية اويلي اويلي وظل على فراشه الباقر يعالج بالسموم والكبد منه مفتته وما يقدر يقوم وباب العلم صارت يشيع علومه علوم وعاين على وجهه علامات المنية لون تغير واختلط سما بدمه وجلدة ورام وجلدة ورم يشبه المحروق جسمه ودع الباقر واليتامى تحوم يمه وسلم على عياله خلف باقي البقيه ايه اثر على لحمه وعظمه ونحى القوار
وتفطر فاده وقلبه ولبه تحشاه وتحير الصادق وشاف الموت وياه وقال له قطع قلبك مصاب الغادري. عندها اشتد حال الإمام وادعى أولاده، سلم الإمام الصادق مواريث النبوة والإمامة، ثم نادى أولادي في أمان الله، في دعة الله، ثم مدد إمامنا رجليه وأسبل يديه وأطبق فاه وغمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة على من مناد وإماما. ألا من مناد والسيدة وأدى الشهادة يا وعرق يا وصف جبينة وبطل ونينة واسبلي سارة ويميه وعند الافراق اشبحت للاولاد عين وعرجت روحا الجنة الخلد العلية. اتعلت الضجة بالمدينة من الصابة من اليتامى والأرامل والمساكي، وجدد على بيت النبوة فقد أبو حسين وفرت بدهشة من الخدر كالهاشمية. مل عطية يوصف حال نساء الإمام أنهن فرّن مدهوشات إلى قبر رسول الله. لكن أقول لك يا مؤمن هم بعد أكو وحدة في كربلاء فرّت تنادي وجداه محمدا صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعرى محزوز الراس من الخفا. تقل لي يا جدي يا جدي يا جدي ما آيات وما حد وقف دونه ولا نغار جا وغمض له عيونا يا يفحص بالشمس من خطف لونا. ما حصلت الجواب وين راحت؟ توجهت إلى ناحية الغريب صاحت يا حيدر ما تجينا يا حرقة وخيمنا علينا علينا حرم واطفال نتستر بدنا بويا انا بقيت محيرة وصف جبليدين لا عباس يبرالي ولا حسين ولا حسين يضربوني من ابكي وتهملي العين وتبقى عبرت بصدر التكسر. بعد ما جاوبها وراح قلبها الى المدينة صاحت يا محسن يم تعالي والله تعالي 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 وشوف كربلا اش سوى بحالي، انا حرمة وغريبة بغير وآلي يما انت ونتذكر تعز وذلالي. تجاوبها بلسان الحال تقلها انا يمي يا زينب مو بعيدة والله مو بعيدة مو بعيدة انا شفت حسين من حزاو وريد ثلاثة ايام انا ساكن البيدة
ناب انهض ودور اصبع ايده، وناب انهض ودور شف عضيده. يا زينب يا زينب ونت عليكم شديده، انا ادري بك بقيت هنا وحيده. اللهم صل على محمد وآل محمد.